مساء الخير، اهلا وسهلا. موعد جديد يجمعنا بكم من خلال برنامج رايك اصلح. اليوم موضوعنا باش يكون واقع المدرسه التونسيه بين الحكومي والخاص، الايجابيات والسلبيات، كيفاش يتم عمليه الاختيار وشنو هي المعايير اللي يعتمدوا الاولياء وتاثير هذا الاختيار على التلميذ وعلى الولي. نذكر انكم تنجموا تكونوا موجودين معنا في المباشر وتنجموا تتفاعلوا سواء عبر الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 71 848 808 أو عبر الفيسبوك رأيك أصلح. من تو تنجموا تقدموا تفاعلاتكم وتنجموا تقتسموا معنا تجربتكم سواء بالنسبة للمدرسة الخاصة أو بالنسبة للمدرسة العمومية. الموضوع هذا باش نتناقشوا فيه مع ثلة من الأخصائيين. تحضر معنا سلمى بن عبد الله أخصائية في علم النفس، مرحبا. معنا سي سامي نصر أخصائي في علم الاجتماع، أهلا وسهلا. معنا سي إبراهيم ريحاني أستاذ وباحث في علوم وتقنية الطفولة، أهلا وسهلا مرحبا. ومعنا كذلك سي كمال حجام مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. قبل ما نطرح سؤالي الأول فقط أنا حبيت نعطي رأي معناها في ظل التحركات اللي صايرة في البلاد، وربي إن شاء الله يجعل هذا البلد آمن. فقط أنا باش نقول راهو الاحتجاجات والتظاهر والتعبير عن الرأي حق مكفول بالدستور، وهذا حقنا الكل كتوانسة، لكن راهو التخريب والنهب والسرقة هذا ما نجم يفيد حتى حد ويضر اقتصاد البلاد، ورانا احنا باش ندفعوه من جوبنا. لذا فضلكم ردوا بالكم على تونس ونستحفظوا عليها وما فيها بيس كما قلنا نحتاجه، ولكن بطريقة سلمية. نرجع لموضوعنا اللي كما قلنا المدارس الخاصة والمدارس العمومية. تعطي بعض الأرقام، 460 مدرسة ابتدائية خاصة في العام الدراسي الحالي مقابل 325 مدرسة في العام الدراسي 2015-2016، معناها بزيادة 45 مدرسة بالمقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. 70,000 تلميذ بالمدارس الابتدائية الخاصة مقابل 1,096,000 تلميذ بالمدارس العمومية. 4,579 مدرسة ابتدائية عمومية في تونس. قراءتك تقريبا سامي لهذه الارقام بين الخاص والحكومي؟ ولا اول انطباع يحصل كي نشوف الارقام نلقاو يعني عدد نسبه عدد التلاميذ مثلا بالنسبه للتعليم الخاص قاعد يرتفع ونسبه عدد المدارس قاعد يرتفع، لكن النسق المدارس نسبه النسق نتاعها قاعد ترتفع باكثر من نسق ارتفاع عدد التلاميذ. باركونت في التعليم العمومي نقول العكس هو اللي قاعد يصير، معناها نسبة التلامذة قاعد يرتفع بأكثر من نسبة المدارس. تقريبا لو كان ناخذوا هالفارق هذا في النمو ندخلوا في جوهر الموضوع ككل. وفي نفس الوقت كي نشوفوا هالأرقام هذه ككل يعني تعطينا صورة إيجابية. كانوا التعليم في تونس بصفة عامة معناها عنده قيمة كبيرة. معناها ترى أنه اليوم التعليم في تونس ما زال يحظى بنفس الأهمية كما كان عليها بعد الاستقلال؟ هو بعد الاستقلال مش نفس الدرجة، لكن كل مجتمع لابد باش تلقى فيه برشا المفارقات. مثلا بعد الاستقلال الدولة راهنت على التعليم والتعليم العمومي تحديدا، من أجل يعني بناء الدولة الوطنية ومن أجل يعني بعث الفكر الحديث إلى آخره. كذلك زاد في مدة طويلة عدة عقود مكانة الشخص الاجتماعية تتحدد بالمستوى التعليمي، سواء كان في العائله الخو اللي قاري اكثر هو اللي تكون عنده مكانه وحظوه اكثر، في الخدمه في التشغيل يعني ديما عنده حظوه اكثر، في الحي في الحومه اللي يسكن فيها. لكن شيئا فشيئا بدات تتغير الامور ودخلت معايير اخرى جديده في النجاح والفشل، لكن ومع ذلك ديما يبقى التعليم عنده اهميه كبيره. يعني مثلا اليوم يعني اكثر حاجه تفرح الوالدين، اكثر هديه نجم يعطيها صغير الوالديه هو وقت اللي ينجح، ما تسويه حتى فرحه لا بتاع الوالدين كما معناه نجاح صغار ومتفوق صغار. على كل حال احنا باش نجيو بشويه بشويه للموضوع، كما قلنا باش نجيو على الايجابيات والسلبيات لكلي المدارس، باش نشوفوا زاد الاختيار كما قلنا على شنو يتم. احنا خذينا عينه صغيره، خرجنا اللي بعض المدارس الخاصه والاخرى العموميه وخذينا راي الاولياء وكذلك التلامذه، وكانت هذه اجاباتهم. خليكم تشوفوا الميكرو تروتوار ولا الحديث بقيه، تفضل. الفرق بين المدرسة الخاصة والعمومية؟ قبل أنا قريت في العمومية باهية وممتازة جدا جدا، تو ما عادش
ولدك ما عادش تلقاك الولهة. أنا نفضل خاص خير، خاطر باش نخسر أتيد في العمومية باش نخلص به لهنا عاد، وأنا نقري أنا مدرستي لهنا باش نخسر 200 دينار 250 نزيد عليهم ونقريهم لهنا وولدي رايز. كو ليتاتيك نحسو معناه للعموم للناس الكل، المدرسة الخاصة مش باش ينجم أي ولي، معناها كل ولي على عنده إمكانيات باش يقري في مدرسة خاصة يقري، أما لكن حتى المدرسة العمومية زادة عندها قيمتها وخرجت لنا أجيال وخرجت لنا برشا حاجة، تبقى اللوكس اللي يبدا لبس عليه نجم يقر، هاي نجم يقر، معناها فيها دي زيكونفينيون سي سور، أما لكن اللي قادر باش يقري يقول لك أنا صغيري ملا نحطو الصباح نتهنى عليه نهار كامل، ما فماش ماشي وجاي ما فماش حد شيء، أمور واضحة. الروندومون تاع الأستاذ اللي باش يكون في مدرسة عمومية باش يقل نتصور بنسبة كبيرة بارابور على اللي باش يقري في مدرسة خاصة، هذا حسب ما أنا نتصور. وماذا بيا أنه صغارنا كلها يبداو كلها يقراو في مدارس عمومية ويكونوا كلها في نفس كيما قرينا احنا يعني، والحمد لله نفس النيفو الناس الكل. انت كي تشوف واحد في البريفي يقرا سنة ثانية يقرا في اللي يقرا فيه ولايد في الليتاتيك سنة ثالثة، كي انت ولايد مثلا في مثلا شامل العملية الجمعية يقول لك انا باش نقوم بعملية جمعية الاحاد مع الاحاد، تشوف واحد في الليتاتيك كلمة عملية جمعية ما يعرفهاش، تقول له اعمل عملية جمعية اش معناها ستي؟ معناها هذيك مع هذيك، فهمت؟ حتى الفوكابولير نتاعهم ماهمش كيف كيف. في ليتاتيك الدرس ما عادش يكمل في الكلاس، يكمل في ليتود، والدفوار يخرج في ليتود، فهمت شنو هي الفرق؟ ولاو يعملوا في ليتود بالسرقه ولاو، فهمت؟ هذيك ما عادش يلزوا الولي، يقول لك ما نقريش ما نقريش، اما راهم في الاخر يلزوا الولي باش الكل من سنه اولى من سنه اولى يلزوا الولي باش يقري ولده بالسيف وفي الدار والسوم اللي يفرضوا المعلم، يلتجا للخاص ولا خير، فهمت؟ يقول لك نضمن مستقبل ولدي. المعهد الخاص شو يختاروا هما اللي ماتيغ كيف ما يحبوا، اول حاجه نحن عنا برشا كيفاش نقول لك برشا شحن معلومات برشا معلومات برشا معلومات برشا انفورماسيونات، حتى شي نتفلقوا ما عادش نجموا نشدوا دايوغ، كي نكملوا من الدوفار نكملوا من كوم ما نفهموا حد شيء، حتى كي تسينا بعد ما نقاش نقريتو ما نفهموا شيء. هما في البريفي يختاروا لي ماتيغ، يختاروا شنو يعملوا تاريخ استوار جيومتري، يختاروا ديجا 6 او موان ويفهموا واش قاعدين نقراو، وعندهم لومبا دو تون تاعهم فارغ مش شارجي كيفنا نحنا، وعندهم وقت عشاء كامل يعملوا اللي يحبوا، وعندهم دي كلوب وعندهم كل شيء يعني يجموا يتفادوا كيف ما يحبوا، ونحنا لا ما عندنا شيء لي زون با دو طون معبيين شارجي و اوكين كومباريزون بور مومون. لي تاتيك مشي لي تاتيك يحسر على لي تاتيك، ما عادش فما معلمين معناتها يخدموا بقلب ورب، المعلمين يخدموا انا ديجا ولاد اختي توا بريمير اني يخدموا معناتها يقراوا بلوتو ما عندهم حتى نيفو. ولادي عندي واحد تو يقرا في البريفي ديجا، زوز يقرا في البريفي، واحد في الكوليج واحد في الولايات، بصلي على النبي عليهم. القهوة، القراية، النظافة، الديسبلين، كل شيء كل شيء. كل عام الرام البريفي ينقلوا برشا أولياء لهنا، راهي مشكورة في نظام، في معلمين، مدرسة عمومية، فهمتني؟ الحقيقة الحمد لله ناجحة وبالكدا بالنسبة لمدرسة الهدى. ما شاء الله كمعلمين كمديرين كحتى معناها العوينة في الباب، فهمتني أختي؟ الحمد لله عندي 3 سنين لهنا. طيب أنت تفضل تقري أولادك في العمومي خير من الخاص؟ الحقيقة العمومي خير من الخاص. كان هذا رأي بعض المربين بعض التلامذة وبعض الأولياء حول اختيار ارتيادهم للمدارس الخاصة أو المدارس الحكومية، رأيكم يهمنا أنتم زادة ورأيكم أصلح أكيد، ذاك علاش اللي عنده ما يقول في الموضوع هذا ينجم يتصل بنا على 71-848-808 وإلا يبعثنا موقفه من أو اختياره أو قناعته على الباج فيسبوك للبرنامج رأيك أصلح. باش ناخذ بسرعة رأيكم أو تعليقكم حول ما قيل في الميكرو تروتوار ومن بعد نطرح سؤالي. سلمى
هو من الحاجات اللي عجبتني في الغوبورتاج هذايا هو لي جون الطفله اللي حكيت اللي تقرا في الكوليج كوا خاطر اذا كان باش نخلطوا باش نحكيوا في اخر الحصه على الحلول يظهر لي احنا الحلول تجي من عند الصغار ولي بوزوان نتاعهم نسمعوهم شنو ما حاجتهم باش تكون عندهم منظومه تربويه صحيحه وهكذا ما عادش عندنا نلقاو الحلول للمنظومه التربويه العامه والا الخاصه ولو انه بين قوسين فما حاجات راهي غالطين قالتهم في معناها تقول احنا هما مرتاحين اكثر في البريفي ولا عندهم دي كلوب سي با توجور لو كا معناها موش ديما هذا صحيح وساعات هما عندهم وقت وديزور كروز معناها اقل معناها في الحكومي اكثر من الخاص على كل حال نقطه نزيدو نحكيو عليها سي ابراهيم الحقيقه يكون اهم ما يميز وكي يشوف الفيتيير هو السؤال الوجودي اللي موجود قاعد في مخيلته في تمثلات الاولياء والمربين ولا حتى التلميذ بدا هو زعما شكون زعما المؤسسه الخاصه او المؤسسه الحكوميه وبالتالي السؤال هذا يحيدنا بالضروره لاهميه هالسؤال الوجودي لان علاش؟ لان الولي عنده انتظارات في المخيله نتاعو يقول انا ولدي وين ننفق عليه كل شيء وين نجم نحط ولدي رسم صورة معناها صورة إيجابية على المؤسسة التربوية وين نجم نتعاهد بولدي وفي نفس الوقت فما حاجات اللي تحيط بالمخيلة ذي وبالطموحات ذي اللي هي شنو اللي هو الواقع اللي تقعد تعيش فيه الأسرة توا من واحد ثم الإشكاليات الموجودة في الشارع التونسي والظواهر السلوكية السلبية اللي قاعدة نشوف فيها في 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 صغيراتنا وثالث حاجة اللي هو تو خروج الأب والأم في العمل متاعهم زعما وين الخيارات زعما ومن هنا بدأ البحث وين نجم نحط ولدي يا في الخاص ولا في العموم هذا يمكن يجي زاد من الأسباب اللي خلت الناس تلتجأ للخاص أكثر من العمومي سامي والله باختصار اللي لخصها في كلمتين يا سيمي باختصار كسبة هو كونه معناها بكل ما كل واحد فيه محكي على الصورة اللي يشوف بها للتعليم يعني ماهوش كشف وشرح للواقع ماهوش تشخيص ما نجمش نعتبر اللي تعدى هو تشخيص للتعليم العمومي أو تشخيص للتعليم الخاص كل واحد فيه محكي على الصورة اللي هو يراها الصورة دي فما جزء منه صحيح فما جزء منه تنشوفوا بعدك شو مو صحيح. افكتيفمون. سي كمان. انا استنتاجي الاول بالفيتيار هذايا قطع النظر على الدخول الحديث على الفرق ما بين التعليم الخاص والتعليم العام. خليني نقول انه من خلال كل الناس اللي تحدثوا توا يتبين بالوضوح بانه في الراي الجمعي والوعي الشعبي التونسي انه المدرسه والمؤسسه التربويه ما زالت تحظى باهميه بالغه. كل الناس يعتبروا بأن المؤسسة التعليمية سواء كانت مؤسسة خاصة ولا مؤسسة عمومية هي تبقى دائما وأبدا المنارة وسط المجتمع التونسي وطبعا لما نعود ونشوفوا تاريخ المجتمع التونسي نتأكدوا من أنه دور كبير لعبته المدرسة التونسية في يعني خلق إطارات البلاد وفي استمرارية الدولة التونسية وبناء الدولة الحديثة المدنية سامي سؤالي لك أنت انا لاحظت عينة صغيرة وحتى كي وقفت معناها سواء من خلال تجربتي كصحفية ولا من العائلة ولا من جيران انه الارتياد المدرسة الخاصة ما يعتمدش ديما على زوز اولياء اللي دخلهم يكون مرتفع نسبيا معناها اليوم نلاحظوا انه بعض الاولياء يلتجئوا لتسجيل اطفالهم في مدارس خاصة رغم دخلهم يكون محدود نسبيا كيفاش نجموا نفسروا الظاهرة هذه صحيح نسيان كان بيدي يعني نفس الملاحظة اللي سجلتها في البداية كان معنا التعليم الخاص خاص كان بالأثرياء ثم بعدك شو وليت يعني حتى بعض من الفئات طبقات المتوسطة وحتى أقل من المتوسطة ثم أكثر من هكا ولينا حتى نقوم مربين في التعليم العمومي يقريوا صغارهم في التعليم الخاص معناها هذا ثلاثة موجود بين الأسباب مثلا أنا نذكر عندي حالة شخص قيته بشيخه قرض في الخدمة معناها بريم على بشيخه يعني أفونس على البريم كي سألته شنو الخانقة اللي عندي قال لي باش نقري صغيري في الوحدة من غير ما نعطي شنو الوظيفة نتاعو معناها لكن فك ثلاثة الأسوأ ما فما في الوظيفة العمومية معناها نقولوا ادنى ما نقولوش اسوء نقولوا ادنى امكانياته الماديه ما تسمحلوش ومع ذلك ياخذ حتى كان لازم قرض باش يقرض صغير هذا كيفاش نجموا نفسروا عندنا التقليد
فيها ظاهرتين. فما الظاهرة الأولى الفينومين الكبير اللي هو صغير الولي يلانفيستي يستثمر كل ما عنده في صغيره، خاطر الصغير هذاك تابعه حاجة متاعه هو أغلى ما عنده، دونك باش يعطي كل ما عنده باش ينجم يرى ليديال اللي هو يتخيله عند صغيره. وإحنا في المجتمع متاعنا نعطيه أهمية كبيرة للدراسة، ونحب نراو الصغير اللي قلت قالوه الناس قبيلة في الفيتير وتقداول هنا في البلاتو سيكو ينجح له، يقرأ ونجح لي فرحني، فهمت؟ الوغ كو نورمالمون الصغير ينجح روحه باش يكون مستقبله مش ينجح الولي نتاعو. دونك كما تداول انه الصغير راهو باش يلفا ريكومبونسي لو بارون بالاستثمار اللي عملوا هذاك. فما الحاجه الثانيه اللي هو نوع من الامتثال الاجتماعي، نوع من الكونفورميزم سوسيال اللي هي فما التماثل الاجتماعي اللي الاشخاص ولات في ذهنهم تداول في ذهنهم اللي راهو ليكول المدرسة الخاصة فيها حاجات فيها ديزون دي فالور أحسن برشا من المدرسة العامة، وهذا ينجم يكون غلط كما نجم يكون صحيح، لكن هذا يتداول بين العباد ولا صحيح. على كل حال نحن كما قلنا اليوم باش نفتحوا المجال للعديد من الأولياء، وذاك علاش مش موجود معنا فنانين، خاطر قلنا اليوم موضوع حساس نسبيا لازم يكون موجود إطار معناها من وزارة التربية، وباش نحاولوا معناها نفتحوا المجال أكثر ما يمكن للأولياء باش يحكيوا على تجربتهم. معنا سي بسام القيروان أستاذ تعليم ثانوي، يقولوا لي أبناء الزوز يقرأوا في المدرسة الحكومية. ألو، عسلامة سي بسام. وي مرحبا مدام. اهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا بيك مدام. اختيارك للمدرسه الحكوميه على شنو بنيته؟ والله قبل ما نحكي على اختياري للمؤسسه العموميه حبيت نعطي ملاحظه اللي لهفت الولي التونسي على المؤسسه الخاصه ما هيش بحث على الكفاءات كيف ما يظن البعض في المربين، بقدر ما هي بحث على الرفاه لصغيراته، حاجه فقدها يمكن نوعا ما المؤسسه الحكوميه. الولي يبحث على رفاه الولد ولا اكثر لا اقل، يحب ولده بيان اونتوري في مكان يحطه الصباح يروح به بالليل، يخاف من الاحتكاك ببعض شرائح المجتمع الى اخره. هذاك علاش نلقاو الاولياء عندهم لهفه بحكم زاد يعيشوا في ضغط نتاع البو يخدم الام تخدم، يحبوا ولدهم معناتها من الصباح لليل في بلاصه واحده يعرفوا وين. ولسوء الحظ احنا في المؤسسه الحكوميه خاصه نحكيو هنا على المعاهد ولا ليكوليج فقدنا الحاجه مهمه اللي هي قاعه المراجعه اللي كانت تحفظ لنا صغيراتنا من برشا حاجات. هذاك علاش نلقاو معظم الاولياء كي تحكي معاه تقول له علاش اخترت مؤسسه خاصه، يقول لك نعرف ولدي وين من 8 ل 6 تاع العشيه. دونك لهنا نحيو شويه بربي النوسيون تاع اللي هما يبحثوا على كفاءات، على خاطر كان نمشيو احنا ونشوفوا شكون قاعد يدرس في الخاص وشكون قاعد يدرس في العمومي، نلقاو نفس الاسماء في نفس المؤسسات كسوا خاصه كسوا عموميه نفس الروندمون، ما فما حتى شيء. سوف كو اللي العباد اللي قاعده تستثمر في المشاريع هذه ركزت على نقاط لسوء الحظ كون الدوله ما نجمتش توفرها، الدوله ما نجمتش توفر زمن دراسي اللي ينجم التلميذ بعده هو يتمتع بأنشطة ثقافية ودي كلوب ورفاه. الدولة ما نجمتش توفر قاعة مراجع في كل معهد ولا في كل مدرسة إعدادية. الله غالب نصبر شوية وتبقى راي ديما المؤسسة الحكومية مع التعليم العمومي أمنا الكل. ولهنا بربي حبيت نستغل حضور في كمال الحجام ونسأل سؤال بسيط جدا ولو أني طولت عليكم كافحوني. مثال سي بسام جاوبني أنت على سؤالي. هل من مراقبة للمؤسسات التعليمية الخاصة؟ جاوبني على سؤالي ومن بعد نعدي لك سي كمال أطرح عليه السؤال بتاعك. أنا ولد المؤسسة العمومية وثقتي عمياء رأيت المؤسسة العمومية ونبقى ديما ولد المؤسسة العمومية مع الأكثر الأقل، وعندي ثقة في زملائي المربين اللي في المؤسسة العمومية وعاشت المؤسسة العمومية معناتها فوق كل اعتبار. شنو بعض النقائص اللي تراهم انت كمربي على الاقل في المؤسسه اللي انت قاعد درس فيها سي بسام؟ والله اول حاجه هي قاعه المراجعه. لو نوفروا قاعه المراجعه نستحضروا على الصغيرات في وسطها ونوفروا لهم اطار تربوي من قايمين ومرشدين تربويين، نوفروا لهم العنايه اللازمه والتاثير اللازم والاحاطه اللازمه، حتى لو الولي يسترجع ثقته في المؤسسه هذيك. هاو معك سي كمال. سي بسام تفضل. سي كمال اسعد الله مساءك. مرحبا بك.
بليه حبيت نسأل، هل من رقابة للمؤسسات التعليمية الخاصة اللي تخضع المنظومة التربوية، معناتها تخضع نورمالمون لرقابة وزارة التربية، بالخصوص لو كان نشوفوا نظام الامتحانات يبدو لي فما بعض المؤسسات ما هيش قاعدة تتبع في نفس النظام بتاع السوداسي يبدو لي. شوف، هو سؤال باهي هذا جاء في وقته. التعليم الخاص هو محدث في إطار قانون جويليا 2002، وبالتالي ينسحب على كل المؤسسات التعليم الخاص ما ينسحب على مؤسسات التعليم العمومي، وبالتالي المؤسسات نتاع التعليم الخاص تشتغل بنفس الترتيب وبنفس القوانين المعمول بها في التعليم العمومي. أنا أكدك أنه فما بعض التجاوزات، إيش معناها مثلا؟ أنا بالنسبة للنظام السوداسي على الأقل معناها ما عنديش فكرة، لكن أكد لك مثلا فما بعض المؤسسات الخاصة اللي ارتأت أنها تعمل امتحانات مثلا قبل العطلة باش الصغيرات يتفرهدوا. بون، نحكي لك هذية فما يمكن قرار يكون رتح برشا أولياء. أنا نحب نأكد الكلام متاع سي بسام أنه ما نقولش قاعدة تخدم على كيفها، لكن عندها رؤية خاصة اللي تنجم تكون تنفع الولي ولا تفيد الولي أكثر منها ذره. هنا فما مراقبة، معناها نحب نفهم أنا اليوم المدارس الخاصة ملتزمة بنفس القانون الساري على المدارس العمومية، وإلا عندهم اون مارج دو مانوف، معنا عندهم مجال للتصرف هامش من الحرية اللي خليهم يراو هما لعل أو ربما الأصلح للتلميذ وللولي. المدارس الخاصة بالقانون ليس لها الحق في تجاوز الإجراءات المعمول بها في المدارس العمومية. ينطبق عليها نفس نظام العطل، نفس الامتحانات، نفس الضوارب، نفس التوقيت، ونفس الإعلان على نتائج الامتحانات. وبالتالي حتى في الامتحانات الوطنية تلاحظوا بأنه المدارس الخاصة تعدي في نفس الامتحان اللي يعديه التلميذ في المدرسة العمومية، وطبعا يقوم بكل الإجراءات العادية اللي عداها التلميذ المدرسة العمومية. إذن الرقابة بالقانون موجودة، الإدارية والبيداغوجية والصحيه. انا اكدت انه فما تجاوزات سي كمال. في صوره التجاوزات هذه شنو الاجراءات اللي تم اتخاذها من قبل الوزاره؟ طبعا احنا التجاوزات ما نجمو نتوصلوا لها الا اذا كان ثم ولي تقدم لنا بشكوى، كما كنت تقول توا اذا كان ثم مدرسه خاصه قدمت اجراء الامتحانات قبل الوقت، هذا طبعا ثم تتبعات للمؤسسه هذه، ما عندهاش الحق، متجاوز القانون تماما، ويجر على هذا طبعا مشاكل اما للمدير البيداغوجي للمؤسسه او للباعث زاده في نفس الوقت. ولكن اذا كان ما ثماش اعلام او اذا كان المراقبه نتاعنا ما مشاتش في الوقت وما فقناش بهذايا، طبعا يبقى هذايا يعني معناها يفلت علينا الزمام. ولكن بالقانون نحب ناكد لجميع الاولياء انه المدرسه الخاصه ينطبق عليها نفس القانون وهي تخضع لمراقبة وزارة التربية. داكوردو. على كل حال اللي يهمني معناها في المكالمة متاع سي بسام انه حكى على تقريبا بعض الاسباب اللي احنا باش نجيو باش نجيوهم. لو تسمح بعد اذنك عندي سؤال اخر. سي بسام سامحني، امان اجي نقول لك سي بسام خليناك الفرصة باش تتكلم. وخليناك الفرصة على خاطر فما العديد من الأولياء يحبوا يدخلوا. وآخر كلمة لو تسمح مع سي كمال، حبيت نعرف المؤسسات اللي قاعدين نحكيوا عليها، مؤسسات خاصة ذات طابع نموذجي، علاش يسميوها مؤسسة خاصة ذات طابع نموذجي وكهو؟ نجاوبك على السؤال بعد ما ناخذوا الاتصال الهاتفي. سي بسام شكرا لك. معنا مدام سعيدة من صفاقس، يقولوا لي ولدها في الخاص وبنتها في العمومي. ما تنسيش السؤال سي كمال. مرحبا لا سعيدة. مرحبا يا للا. ظهر لي انت استثناء مدام سعيده، خاطر عاده نلقاو يا اما الصغيرات الزوز في البريفي ولا الصغيرات الزوز في الاتاتيك. انت علاش واحد هكا؟ ما انا مش البريفي على خاطر سمعت السكسي ومنها حبيت نجرب وحصلت، يعني ولدي كان يقرا في الاتاتيك وباهي اموره واضحه وطمعت بما اكثر. يا اخي نلقى مجرد انها مؤسسه تجاريه تنهب في الفلوس، هات الفلوس، فيها امتياز واحد برك اللي هو الأولاد محصور من الصباح لليل عنده موكي تعرفوني. تقرأي مدام سعيدة، أولادك قداش أعمارهم؟ الولد عمره 10 سنين. قداش قرأ في الاتاتيك وقداش بدلتوا البريفي؟ مش
سنة ثانية. اي حصيله في اللي تعطيك خارق العادة، ما عنده حد شيء، ما ينسب الكذا والكل. عفوا. وتبارك الله عليك، مشان غاديك جيب الفلوس، هات الفلوس، كل حاجة كان فلوس، يعني تسمع كل شيء فلوس، وفي الأخر يقولك مدام عملوا دروس خاصة في الدار، المعلمين اللي هم يقريوا في البريفي هات عطيهولي لنصيلك ولدك، يعني هي الحكاية. عاد نقعد في اللي تعطيك ونعمل تيد لولدي خير. باهي كي لقيت هذا أنت علاش ما عاودش رجعت ولدك للحكومي؟ ما خاطر كمل غاديك عادي كمل هذاك يبقى غادي. وشنو هي الحكاية؟ في المعادلات يجيك في وسط العام تاو كيما ولد جاري معادليه في وسط العام 16 وفي السيزيام جايب 4 في المناظرة. معناها النيفو غونفلي بالفارغ، هكاك حكاية فارغة. به يعطيك الصحة، شكرا لك مدام. وال بربي الوزارة معناها يعطيه في الرخص، يعطيه في الرخص وهي ناقصة، معناها مش مطابقة المواصفات، كان دارس الكل ناقصين. شمعنى مش مطابقة المواصفات؟ كله موجودة وهي ناقصة. شنو هو المواصفات مثلا؟ عالمية، فما ترفيه، لا فما حتى شيء، ويجيبوا لنا في ناس لشهيد ولا حتى عندهم حتى كفاءات. يعطيكم الصحة. يعني ياخذوا لنا معلمين من الريتريتي والكل وسخس، اما هما يجيبوا فك نتاع الكرامة، حاجتهم بك العقد اللي الامتياز اللي عطيته الدولة باش يخدموا معلمين بلاش، وما عندهم حتى خبرة، والرقابة قليلة برشا. ما حد شيء. شكرا لك مدام سعيدة، يعطيك الصحة. الكل معناها تلقى مدرسة خاصة. واحدة على عشرة تلقاها مريقلة. باهي الكل سامحني بصراحه. باهي هذا رايك ورايك اصلح. الوزاره خليهم يتلهاو شويه بالحكايات هذه. باهي رايك وسل، شكرا لك مدام سعيده، نشكرك على الاتصال نتاعك. باهي هات نجاوبوا ساعه سي بسام على مساله المؤسسه النموذجيه التسميه هذه ساعه. اي انا نتسائل سي بسام، نقول له احنا عندنا مؤسسات تعليم خاص وعندنا مؤسسات عمومية. باهي، وبالنسبة لمدام سعيدة اللي تقول لك الرخصة تتقدم ساعات لبعض المدارس وهي تفتقر لأبسط الضرورات معناها اللي نورمالمون تكون موجودة في مدارس خاصة كما قاعات الإعلامية والنوادي وغيره. شوف خلينا نذكروا هنا في كيفية إسناد الرخص للمدارس الخاصة، في كل مستوى ولاية السيد الوالي يرأس اللجنة الجهوية الاستشارية لبعث المؤسسات الخاصة بعد ما يتقدموا أصحابها بالطلب متاعهم في أجال قبل 31 ماي. اللجنة هذه اللي يرأسها السيد الوالي طبعا موجودة فيها المندوبة الجهوية، موجودة فيها إطارات المندوبية الجهوية، موجودين فيها إطارات البلدية، هما اللي يقوموا بالمعاينة من خلال لجنة فنية تخرج لمعاينة المحل اللي فيه شروط حسب طبعا الأمر عدد 468 واللي 86 عفوا، واللي أكد على صلاحية المحل إلى غير ذلك. ثم السيد الوالي هو اللي يقترح على وزير التربية إسناد الرخصة إذا كان الملف طبعا سليم. في الحالة هذه السيد الوزير بعد دراسة الملف مرة ثانية في إطار مستوى الوزارة يمنح الترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة هذه إذا توفرت فيها كل الشروط. وبالتالي نجم نقولوا اللي اللجنة الجهوية الاستشارية اللي رأسها السيد الوالي هي اللي تقوم بكل العمل اللي من شأنه باش يتأكد من صلاحية المحل ومن صلاحية أيضا الوثائق اللازمة. من عام 2045 مدرسة جديدة، معناها مدرسة ابتدائية. خاصة ابتدائية، الرقم هذا يعتبر كبير صغير متوسط؟ مقارنة بالسنوات القديمة نجم نقولوا العدد ارتفع شوية، ولكن خلينا نقولوا إذا كان نعتبروا بأنه العدد ارتفع على مستوى المدارس فإن العدد متاع التلامذة يبقى طبعا في قليل برشا، لأنه المدارس الخاصة خاصة في الابتدائي الافكتيف متاع التلامذة اللي يقرأوا فيها شوية. دونك المدارس بخمسين تشتغل بستين تلميذ بسبعين تلميذ مقارنة بالمدارس العمومية طبعا اللي توصل في بعض الأحيان إلى 800 و900 تلميذ. قبل ما نزيد نواصل الحديث، هنا مهم معناها باش نحكيه على الأسباب اللي تخلي بعض الأولياء أنهم يختاروا مدرسة على أخرى. كما قلنا نحسوا أنه المدرسة الخاصة اليوم في ارتفاع، العدد قاعد يتزيد، الإقبال رغم نسبيا ضعيف لكن يعتبر مهم وهو في الزياد أكثر منه في نقصان. شنية أهم الأسباب اللي تخلي الأولياء اليوم يلتجئوا للمدرسة الخاصة؟ وقفنا على بعض الأسباب كما قالت مدام سعيدة ولا كما قال سي بسام، حسب رأيك شنية الأسباب الأخرى سي إبراهيم؟
والله كما قالوا وسبق وقلنا يعني الانتظارات في المدرسة التربوية اللي باش تتعهد بالتلامذة وبالأطفال الأولياء هذية، فما انتظارات تقول لك أنا ولدي ننفق عليه اللي لازم باش ننفق، مهم المؤسسة تحظى بك الطموحات نتاع، لكن الأسباب شنو اللي خليهم باش يقبلوا على المدرسة هذه والمدرسة؟ أول حاجة الواقع اللي قاعد عيش فيه الأسرة كما سبق وقلنا إن الأم والبو قاعدين يخرجوا للعمل وبالتالي هي قاعد تلوج على حل، هذا واحد. اثنين، ثاني حاجة إن المدرسة العمومية بصيف خلينا ناخذوا الخاص وبعد نمشوا للعمومي، العمومية وكأنها فما عملية شيطنة للمدرسة العمومية اللي وداخل في قولبة ما يسمى بالرأسمالية والاستثمار وكذا كذا، وكأنها قاعدين عملية تدعيم للمدرسة الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا اثنين. ثالث حاجة، فما حاجة ما يسمى بالتمثل والوعي الاجتماعي اللي موجود توا، تقول لك أنا كي باش نهزها للمدرسة اللي عندها اسم فلاني اللي قاعدة تستقطب أكثر ما يمكن من الأطفال، وكأنه فما إشباع نفسي من داخل وكأنه راحة نفسية لك الولي يقول لك أنا هزيتها لك المدرسة ذيك. وفما حاجة أخرى هو ما يسمى الولي توا قاعد يحب يغطي من الحاجيات اللي يعيشها من الطفل توا، اللي أهمها هو الإشباع العاطفي، بحكم أن الأم والبو ما هوش متواجدين ديم مع التلميذ أو مع الطفل، يقع روحه يتوجه نحو الرعاية أو ما يسمى هوني توا المؤسسات التربوية، يقع روحه أنه باش يحاول أن يغطي الحرمان ولا قاعد اللي المكان من ممكن باش يعطيه للطفل او للتلميذ، حتى انا كهزيت ووفرت الحاجيات التربويه والمدرسه اللي ما يسمى وكانه ارضاء للذات تاع الولي. هذا واحد. ثاني حاجه دخلنا في ما يسمى بالتنافس، معناها عمليه التظاهر، فمشكون يمشي المدرسه الخاصه ومتيقن من داخل ان المدرسه الخاصه ماهيش قاعده تلبي في الطموحات نتاعو، لكن جايته صعيبه من داخل كيفاش انا باش نهزو من ليكول هذيك ونبدلو للعمومي، وكانه ما يقبلهاش لانه ترسخت في ذهنه حتى قدام العرف او قدام المجتمع اللي قاعد يعيش فيه ما نجمش يقوم به. هذا مجمل الاسباب. فمش اسباب اخرى سلمى، خاصة وقت اللي نعرفه اليوم 70,000 تلميذ يرتادوا المدارس الخاصة، بون أغلبهم في تونس الكبرى. معناها من الأسباب الأخرين اللي هما يأملوا في حاجة في منتوج أحسن من المنتوج اللي ديجا يتقدم لهم، على خاطر احنا ما نكروش اللي التعليم متاع سنة ما هوش تعليم متاع 40 سنة ولا 50 سنة التالي، معناتها فما تغيرات، لكن هذا ما هوش معناتها راه التعليم الخاص فيه معناتها يجيب حاجات خير من التعليم العمومي، على خاطر من مقومات التعليم العمومي انه يخلي الصغير يفسادابتي معناتها يتاقلم مع الوضعيه مهما كانت صعوبتها، وهذايا حاجه من الحاجات اللي ينميو الذكاء نتاع الطفل. تعرف علاش نقول لك كيفاش سلمى؟ خاطر اليوم يمكن برشا ناس ما يعرفوش المعلومه هذه، في بعض الجهات الداخليه في تونس فما معلمين يقريو دو نيفو. اش معناها؟ معناها يقري لك مثلا 5-6 تلامذه سنه ثانيه و 4-5 تلامذه سنه خامسه. فما 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 ناس تقرا في مدارس، مش معناها راني انا مع المدرسه الخاصه، راهو باش نجيو للاسباب كما قلنا باش نحكيو على الايجابيات والسلبيات، لكن تقول انت يتاقلم اليوم فما تلامذه يقراو في سقف يقطر، يقراو في شبابك مكسره، يقراو في طاوله مكسره، دونك هنايا تقول تحب نعطيك رايي انا في الموضوع اللي قلته توا، هنايا راهو باش ندخلوا في التغيير المنهجية التربوية، ماهيش مشكلة مكتب بريفي ولا مكتب إتاتيك، أنا رأيي الخاص أنه المكتب لازم يكون بلاش فلوس، معناتها إذا كان وصلنا نوفروا منظومة تربوية أو منهجية تربوية صحيحة وسوليد للتربية متاع الصغار وللتعليم متاع الصغار، لازمها تكون بلاش فلوس، كي سوا معناتها فينانسي معناتها ممولة من الدولة ولا من خاص ولا من ONG ولا ما يهمنيش، المهم يعطيني لو برودوي يوصل صحيح للصغير. الوغ انت قلت فما مكاتب اللي فما شكون يقرا فيهم خمسه من الناس وخمسه من الناس سنه ثانيه والاخرين سنه رابعه ولا ما نعرفش، فما منهجيات تربويه هايله برشا معناتها في المستوى العالمي
اللي هي تقول لك باش تقوي من الذكاء نتاع الصغير وباش تحبوا في القرايه تقري صغار الكل مع بعضهم مهما كان العمر فهمت ومهما كان لو نيفو وهنيا كل صغير عنده البرنامج نتاعو. لا انا مقتنعه بالكلام اللي تقول فيه ورايك اصلح، اما حسسني كانك اون بوليتيسيان عرفتك الساسه اللي يجي يقول لك ينقز لك على هكا ان كوتي اللي تقول عليه عايش في موندو واحد اخر ويلقى لك هكا نقطه مضيئه ونقطه ايجابيه. على خاطر الحقيقه المشكله ونعاود نقول المشكله ماهيش في المؤسسه الخاصه ولا المؤسسه العموميه، المشكله الكبيره هي المنهجيه التربويه وهي لا فورماسيون نتاع لي زيدوكاتور نتاع المعلمين. البارح في الايام كانوا فما ناس يخرجوا من 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 مؤسسات تربويه كيما نتاع الترشيح وال معناتها عندهم نوع من البيداغوجيه اللي هي لا ياسر لتربيه الصغير، ما فماش كان تعليم. توا سامحني معناتها هنيا نحط نقطه استفهام على الطريقه التعليميه والنظريه اللي قاعدين المعلمين يقراوا بها المهنه نتاعهم. دونك هنيا نرجع لك الموضوع نتاع الصغار اللي هما مع بعضهم، نجم نراو لو كوتي بوزيتيف. علاش؟ على خاطر الصغير اللي معناتها لو بيجون اللي اصغر باش يتعلم يشبه للي اكبر منه، واللي اكبر باش يقوي. توا نشوفوا احنا صغار، باش انت عندك اختك صغيره ولا اخوك صغير تمشي تقريه باش توري روحك لامك وبوك راك انت تعرف. معناها على حساب هذا سلمى نوليو نعملوا الكلاس الكلهم هكا هما جاهل معناها في دي نيفو خلينا هكا. هذاك حسب رايي سي ان ايديال، وفما طرق منهجيات كيما منهجيه مونتيسوري وكيما منهجيه معروفة عالميا ومن أحسن ما توجد في التربية في التعليم. رأيك أصلح سامي قبل ما نطرح عليك السؤال الموالي، فقط باش نقرأ بعض التفاعلات اللي جاتنا على الفيسبوك. منير سي آي يقول يجب إعادة تصليح شامل من السنة الأولى إلى البكالوريا في التعليم العمومي لأن الخاص فيه نقائص وسلبيات كثيرة أهمها الفرنسية من السنة الأولى والسنة الثالثة الإنجليزية. مريم بن غيادة تقول ارتفع عدد التلاميذ المرسمين بالمدارس الخاصة في السنوات الأخيرة حتى أن العائلات متوسطة الدخل بدورها هاجرت المدارس العمومية إلى الخاصة وذلك لفقدان ثقة فئة واسعة من الأولياء في أداء المدارس العمومية. أبو زينب يقول أنا نعرف شكون الدخل نتاعو ضعيف مش متوسط ويقري في بنته في مدرسة خصوصية خاطر المدارس الحكومية يتلهاو كان بالناس اللي يعرفوهم وزوالي للزو باش ينحي من قوتو. جابر العوين يقول اللي حافظ ويتلهى بولده ويراقبه في تحضير دروسه وما في حالوش المدرسة العمومية أحسن بكثير من المدرسة الخصوصية. وأنا سؤالي ليك سامي اليوم، هل مازال المدرسة العمومية نفس القيمة التربوية والبيداغوجية اللي كانت عليها في السابق؟ الأكيد يعني المدرسة العمومية عندها برشا مشاكل مهما كان ما نجموش ننكره، لكن المشاكل هذه نوعين. فما مشاكل اللي إفراز طبيعي للتطورات اللي قاعدة عايشة فيها البلاد، يعني فما نمو ديموغرافي فما نمو عمراني، لكن ما فماش تناسق بين هالنمو الديموغرافي والنمو العمراني وبين نمو عدد المدارس. لكن زاد فما بعض المشاكل اللي فما عملية تضخيم. عملية تضخيم المشاكل الموجودة في المؤسسات العمومية هي اللي حكى عليها الأستاذ اللي الصورة. اليوم مع الأسف ولات فما الصورة معناها خايبة برشا على التعليم العمومي. أنا شخصيا ما نشطرش هذا الرأي، يعني فما شيطنة كل الناس اللي هزوا صغار من التعليم الخاص أو الأغلبية نتاعهم لأنهم واخذين صورة إيجابية على التعليم الخاص واخذين صورة سلبية جدا على التعليم العمومي. أنا لو كان نطرح سؤال علاش مثلا في السنوات الأخرى برك اللي ارتفع، هل أن فما استفاقة ما كانش المواطن التونسي يعرف قيمة التعليم الخاص؟ أخي جاتو جا الوحي عرف قيمة التعليم الخاص، يعني قبل السبع سنين الأخرانيين كانت التعليم الخاص معناه يوسف كانوا ما يمشيلو كان فاشلين في قرايتهم. يعني اللي يفشل في التعليم العمومي يمشي للتعليم الليبر، هذاك هو الليبر. تو ولا بالعكس؟ لا الليبر حاجه والبريفي حاجه. ما يختلفش برشا. يعني ما يختلفش برشا. يعني كي تجي تشوف عمليا ما يختلفش لك الدرجه. شويه تروشيك وقع في الحكايه الكل كي. اليوم يعني التعليم العمومي صحيح معناها فما زعزعه وقعت فيه. لكن السؤال اللي تطرح المشاكل هذه مش قادره باش تتحل، يعني صعوبه. انا هذا السؤال اللي نطرحه قبل سؤالك انت يا سيدي. اسمع نقطه صغيره فيما يخص يعني الاسباب، فما برشا نشاطر يعني ما تقال باستثناء سلمى ما نشاطرهاش في نقطه وقت اللي حكيت على تقري دو كلاس دو نيفو. هي رايها ونحترموا رايها. انا علاش ما نشاطرهاش؟ لانه مثلا فما بعض التجارب وقعت في مدرسه اوك سكول وغيرها
لكن فما استراتيجيه كامله نتاع برمجه اللي هنا المدارس اللي قراو يعني بريمير اني ودوزيام اني ولا دوزيام اني وتروزيام اني فرد كلاس هما مضطرين لازمه اخرى موجوده في التعليم العمومي اللي هو نقص في الاطار التربوي. يعني هل يعقل مثلا يعني وقف الانتدابات في زوز مؤسسات اللي هو الصحه والتعليم؟ يعني ممكن مثلا لو كان يتقبل كل شيء الا انه فما اقسام ما فيهمش اساتذه بالضبط. نتيجه لذلك تلزوا يعني اليوم وقت اللي قراوا دو كلاس دو نيفو مختلفين فرد كلاس ماهيش رغبه في تطوير التعليم بل لانه فما مشكله هو الترقيع لمشكلة مش حتى حل مشكلة بالضبط. بربي خمس دقائق خاطر ماهوش موضوعنا ماهوش موضوعنا انا فقط سؤالي ليك سي كمال علاش هالصوره الخايبه هذه للتعليم العمومي خاطر كما قلنا فما برشا اسباب منهم خروج المراه للعمل لكن نتصور انه السبب الرئيسي اللي يخلي العديد من الاولياء انهم يلتجئوا للتعليم الخاص هو انهم عندهم صوره بشعه وبشعه جدا في بعض أحيان على التعليم العمومي. هذا الواش معناها الصورة هذه كيفاش وصلت؟ مع الأسف الصورة هذه مفتعلة وليست حقيقية. صح. علاش؟ لأنه لما نقرأ احنا في الأرقام الموجودة توا يتأكد للجميع بأن المدرسة العمومية بعدد التلاميذ الموجودين فيها بالنتائج اللي قاعدة يحصلوا عليها تلامذتنا سواء كان في الامتحانات الوطنية سواء كانوا في المناظرات الدولية اتأكد نجاح المدرسة التونسية العمومية. نحب نقول على مجموعة من المؤشرات اللي باش تخلينا نطمئنوا للمدرسة العمومية. طبعا ثم عديد من الإشكالات، الإشكالات متعلقة بالبنية التحتية، إشكالاتنا متعلقة بالانتدابات الأخيرة في السنوات الأخيرة، ولكن العزيمة والمجهود والاستراتيجية اللي موجودة توا على طاولة وزارة التربية استعدادا لإصلاح التربوي المرتقب سيجعل طبعا بطبيعة الحال المدرسة العمومية تتلافى كل النقائص نتاعها. لكن يكفي باش نقول انه المدرسه العموميه فيها خيره المربي فيها خيره المدرسين ناهيك انه المدارس الخاصه تسعى بكل جهد انها تتحصل على خدمات مدرسي التعليم العمومي اللي هم ممنوع عليهم بالقانون الاشتغال في المدارس الخاصه. شايفنا منين جاي حسب رايك؟ شايفنا منين جاي يا سي كمال؟ لحظه برك، هذا ياكد مره اخرى بانه مدارسنا العموميه تمتلك مدرسين متميزين بكفاءات عالية جداً. المدرسة العمومية تمتلك نظام تاع مراقبة بيداغوجية من قبل خيرة المتفقدين خبراء العملية التربوية، تمتلك يعني مراقبة إدارية على أحسن وجه، الامتحانات قاعدة يعني تكون في الإجراءات القانونية. أي شيطنا منين سي كمال؟ شيطنا منين؟ سامحني، كل هذا يخلي وضع المؤسسة التعليمية العمومية هي الأساس في منظومتنا التربوية. توا الصورة اللي نفتعلوا فيها في بعض الأحيان نرجع على شنو؟ نرجع على الفرق اللي موجود بين الخدمة اللي تقدمها المدرسة الخاصة مقارنة بالخدمة اللي تقدمها المدرسة العمومية. المدرسة العمومية كل جهدها مبني على ساعات التدريس وعلى المجال البيداغوجي وعلى بعض الأنشطة الثقافية، ولكن ليس لنا خدمات متطورة في مستوى الأكل المدرسية، لست لنا خدمات متطورة على مستوى يعني جعل التلامذة يقعدوا في المؤسسات التربوية والفضاءات متاعنا ناقصة. كل كمال انت دخلت بينا في الاولياء. انا جايتكم سي ابراهيم وسي سامي، انت حكيت على الايجابيات والسلبيات واحنا باش نحكيو فيهم من بعد، انا هنا باش نحكي معاك كواليه. كلامك فيه جانب كبير من الصحه، لكن انت تقول الخدمات على مستوى الاكله وعلى مستوى الرفاهه، انا باش نحكي لك في بعض الضرورات بالنسبه لي انا كواليه. انا وقت اللي كنت نقرا مثلا في المدرسه الحكوميه كان فما مكتبه، كان فما كما كان تفضل سي بسام يحكي كان فما قاعة مراجعة. اش معناها قاعة مراجعة؟ معناها انا وقت اللي يغيب بروف ولا وقت اللي يبدا عندي ساعتين كروز نبدا موجودة في قاعة معناها في الليسي، مانيش خارجة لبرا. اش معناها؟ خاطر انا كي نخرج لبرا من الليسي فما امكانية باش نتعلم التدخين، فما امكانية باش نتعلم المخدرات، فما امكانية باش نعمل علاقات فك ساعتين هذوكم. هذاك علاش اليوم زاد انا علاش حبيت نعطي الاسباب. تمنيت لو كان واحد من الخيان نحكي عليهم. دونك هنا زاد مهم مش لو كونفور برك راهو اللي نحكيو عليه اللي ينقص التعليم العمومي. اليوم الولي قاعد يتلز، ونقول يتلز راهو معناها ساعات اضطرار ماهوش اختيار، باش يمشي للمدرسه الخاصه على خاطر مطمن على صغيره.
يقول لك انا نعرف ولدي كي نحطه 8 نروح به الاربعه ولا الاربعه ونص ولا الخمسه انت والمكتب. دونك هنا يفضلك معناها سي كمال مهم زاده باش نقراو حساب بعض الاولياء اللي هما تلقاهم سكن سامحوني في الكلمه يكسكيو بالحق يكسكيو غيان كو يبدا مطمن على صغيره معناها فقط ما هذا. باهي انت سي ابراهيم وسي سامي طلبتوا الكلمه ان عندك ما تعقب على الكلام اللي قاله سي كمال. بالضبط الحقيقه صحيح ان نحاولوا ان في خلال الحوارات نتاعنا اللي موجوده سواء كان في ورشات العمل أو في الحوارات الموجودة في الوسائط الإعلام الموجودة إن نحاولوا إن نعيدوا الاعتبار للمدرسة العمومية، لكن هذا ما يعنيش إن هناك العديد من المشاكل واللي والصورة اللي وصلت طول ما العمومية هي المدرسة العمومية فيها نفسها هي اللي وصلت باش وصلت الصورة هذه واستغلوها الطرف الآخر اللي هو المدرسة الخاصة باش خلوا الاستقطاب يولي اكثر للمدارس الخاصه، لان فما مؤشرات كما تحكي بالمؤشرات الموجوده توا، خلينا نشوفوا الكفايات الموجوده للتلاميذ الموجوده توا، هل انا الكفايات الموجوده هي نفسها موجوده في المدارس الاخرى ولا لا؟ نشوفوا الاضطرابات السلوكيه والمخدرات وعلى مستوى التربيه والعنف والانتحار، خلينا نقولوا ونحاول نقول اللي المنظومه التربويه هي اللي تاسس التقدير الذاتي للطفل او للتلميذ، كان مش يكون ايجابي راه باش تلقى التلميذ هذاك متوازن نفسانيا، كان ما تقولش تقديره سلبي هو باش تلقاه الوقت هذاك مش، لكن كي نشوفوا نحن توا النسبه المرتفعه اللي انقطعوا عن العمل، يعني سنه 2014 تقريبا 107 الف تلميذ حقيقه طبعا على الدراسه دكتور. اي نحكي على القطاع الدراسي نعم. الوقت هذاك علامات استفهام كبيره، وبالتالي الصوره اللي قاعده موجود عليها المدرسه العموميه ما نجوش تولي ان خاطر الساده اللي قاعدين يتفرجوا بينا قاعدين يعيشوا في ليزومسيون والعواطف الموجوده في داخلهم، ما نجموش تو نقولوا راهو فماش مشاكل وما فماش صحيح، لابد اعاده الاعتبار للمؤسسه العموميه صحيح، وبالتالي باش نحققوا التوازن، لانه فما الفقير واللي قادر واللي مش قادر النجم يهز، اما هذا ما يعنيش اللي فما مشاكل كبيره في موجوده في المدرسه. هنا باش نجيوهم باش نحكيو على الايجابيات والسلبيات، نخليك تعاقب ومن بعد كان عندك ما تعاقب على كلامهم سي كمال، تفضل سي كمال. نحب ندعم كلام سي كمال وقت اللي جبدها على المستوى النتائج في المدارس العموميه، نحب نعطي رقم بسيط، يعني مثلا دوره جوا 2017 بالنسبه للبكالوريا. نسبة النجاح بالنسبة للتعليم الخاص 6.8%. بار كونت المعدل العام هو 30%. سامح لي خويا سامي. جاء هذا برك الرقم حاجة أخرى. لا خويا سامي في النسبة هذيا بالنسبة للبكالوريا خرجنا من المدارس الخاصة والمدارس العمومية. مهما كان. نعطيك أنا نعطيك مؤشر آخر في النقطة هذيا، وقت تلقى أنت في 2014 في المدارس النموذجية تلقى الأولى في على المستوى الوطني 19 تقع على مدرسه خاصه على ولايه المنستير والمرتبه الثانيه على تونس، الوقت ذاك نقول لك اللي في المدارس الخاصه عمليه النجاح، خاطر كي نحكيو على البكالوريا ما عادش خاطر هي وقتاش تقف في المدارس الخاصه، تقف في الاعداديه وقت وبعد في المدارس. لا فما 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 اي في المدرسه النموذجيه. اي معاهد خاصه تدخل خاطر الليبر مازال ما دخلش في النيفو نتاع المدارس الاعداديه والمدارس الاولى. بالنسبه للسؤال يعني علاش معني بالرغم الايجابيات الموجوده في التعليم العمومي وبالرغم يعني النتائج اللي قاعده تقدم فيها صحيح فما مشاكل لكن الصوره ياسر خايبه. شكون يخلق فيها الصوره؟ الصوره اللي يخلقها او السبب نتاع الصوره اللي هي القاتمه فما ماكينه قاعده تخدم. صحيح. اللي هي انا ما قلتش هاتوا الفساد الماكينه. فما ماكينه هي قاعده تخدم في اطار خصص القطاعات العموميه ككل. كنا نعرفوا كونه صندوق النقد الدولي فما ما يسمى بالباس بي ا اس بروجرام دجيستمون ستركتوريل برنامج الاصلاح الهيكلي. البرنامج هذا هو يهدف الى خصص القطاعات العموميه هذا من عام 86. الخطا نتاع النظام القديم وقت اللي جاب شي يطبق هذا هي العقوبه في 10 بنود، تحرير دينار، رفع العوائز الجمركيه، الغاء تدريس صندوق تعويض، خصص القطاعات العموميه الى اخره. جاء حكى على اساس كوني ما كسب 7 من نوفمبر كما تحرير الدينار. احنا اليوم قاعدوا نعيدوا في انتاج نفس الخطا. اليوم وكان قاعدين نحكيوا على التعليم الخاص وتشجيع التعليم الخاص على اساس كونه هو زاد من مكاسب تفكيرنا. لهنا نحب نرجع للسؤال اللي تطرح، هل انه التعليم الخاص هل انه يعني اختيار ام اضطرار؟ لهنا نحب نطرح السؤال في الجوهر. اختيار ام اضطرار على من يعود؟ هل انه على المواطن ام على الدوله؟ هذاك اليوم شكون مضطر؟ اني مضطر انا كمواطن باش نقري ولدي في الخاص ولا مضطر الحكومه باش تحل ابوابها
على مصر عاية للتعليم الخاص. هذا أكيد باش نرجعوا له سامي وقت اللي نحكيوا على الإيجابيات والسلبيات. أنت عندك ما تعقب على الكلام اللي قالوا له خاين ولا لا؟ خاطر باش نعديوا الفتيات. تفضل سي كمال. طبعا ونحب نعاود نأكد بأنه المدرسة العمومية هي محل اهتمام الدولة، هي محل اهتمام وزارة التربية، كل الجهود تبذل لفائدة إصلاح منظومة التعليم العمومي، هذا شيء مؤكد. والإقرار بوجود إشكاليات عديدة في مستوى التعليم العمومي الآن ما يزيدنا إلا رغبة ويزيدنا إلا قوة في وزارة التربية باش نجموا نلقاو الخطط اللي من خلالها باش نجموا نطوروا التعليم العمومي بالنسبة لنا اللي يبقى هو قبالة الشعب التونسي وكل أفراد الشعب التونسي. به على كل حال أنا باش نستدعاكم توا باش تشوفوا معنا الروبورتاج الموالي للسي خليفة. هذا أب بنته تدرس في السنة الخامسة ابتدائية، كانت في المدرسة الخاصة ومن بعد نقلها للمدرسة العمومية. نشوفوا الروبورتاج والحديث بقية. خاص ولات في الحواف العمومي، مدرسة عمومية. شنو هي الفرق؟ الفرق خاطر اكتيفيتي برشا في البريفي، ضغط برشا من 8 إلى 4 نتاع العشية، والمدرسة معناها ماهيش أنكور كيما المدارس الحكومية، معلمين تبارك الله ما شاء الله قدم ويقروا بالكدا وكل شيء، وفي البريفي برشا مدارس معناها كثروا برشا ولاو يقروا في التلامذة معناها يجيب من الفاك دوزيام اني تروازيام اني ما عندوش كفاءة كبيرة، ولينا نقلت المدرسة الحكومية معناها عندها توا 3 سنين ما شاء الله من العشر الأولانيين ولا بأس. بالطبيعة في المدارس الحكومية قل ما فماش شارج برشا على الصغير، ما فماش برشا فلوس. المدارس الخاصة معناها البريمي لو سانك تبدا فلوس كيزما خالص معناها وغليو برشا معناها المدارس البريفي مش الكل يقريو معناها المدارس الحكومية قاعدة نتاع الزوالي. توا المدارس اللي هذا حل المدرسة توا انا مثلا بحذايا في ود الليل فما يجي 5 ولا 6 مدارس خاص. اي تجي تشوف تلقى فما برشا معلمين يقريو صغار معناها تدخل هذا توا عنده كفاءة وعنده كباس قبل المعلمين كان ما يخرج ماشي يجي يقري معناها يحب له برشا وقت وبرشا معناها خدمة شو اللي يقري وتلقى التلامذة تلقاهم ناجحين متفوقين. شوف في لي سي بيلوت من المدارس الحكومية يعديو في الكونكور تعرف شكون اللي ينجح شكون ما ينجحش. من المدرسة الحكومية مشيو 10 و15 تلميذ لي سي بيلوت. في المدارس الخاصة معناها تلقى 2 3 في اللي ذوما دايرين بيك معناها قراب حالين تلقى 60 تلميذ في سيزية عندهم 6 سي اي و 6 سي بي و 6 جيم كل قسم فيه 29 تلقى بعد في نهار الكونكور يمشيو 5 اللي سي بيلوت خاطر معناها فهمو مش قاعدين يخدموا معلمين مش قاعدين يقروا معلمين ما عندهمش كفاءة باش يوصلوا المعلومة للتلميذ. نداء أو كلمة لشكون توجه؟ والله نوجه اللي عنده فلوس يحب يقري صغيره في البريفيزم ويشوف مدرسة عباية خاطر المدارس الخاصة معناها عاليين برشا وصغارهم يقروا اكتيفيتي كبيرة وصغير ويحب يوصل معناه يبدا عنده امكانيات ينجم يقري في البريفي. الحكومي معناه فما معلمين انا الزميل اللي راه فيه في الحكومي ما عادش فما معناه برشا معلمين يقروا ربي يهداهم وان شاء الله نقولوا ربي يصلح معناه خاطر الصغار تحب توصل تحب تقرا تو اللي عنده صغار ما ياك شوفت معناه ما يخف على خدمته باش يوصل صغيره معناه ماذا بيه يقعد مع صغيره باش يحب يوصل فماش واحد ما يحبش صغيره باش يوصل باش يقرا باش ينجح كل شيء. كانوا ديما يقراو فينا في المواد الكل وهنا توا انا نقرا كان فرنسي وعربي ونقصنا علينا تو ما عادش نقرا وانجلي. كان فما برشا ضغط في اي كانوا زادة ما يخرجوناش للراحة كانوا ديما يخرجونا كان مع الأربعة. نذكر أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-848-808. هذه كانت تجربة السي خليفة اللي هو تاكسيست معناها ماهوش انسان لاباس بيه لكن من الاسباب يقول لي اسباب ماديه لكن فما اسباب اخرى وهذا كما قلت يحيلنا على الايجابيات والسلبيات. نبداو بالايجابيات ولا السلبيات تحب؟ نبداو بالسلبيات باش نكونوا متفائلين بقى. ها وهذا سلبي مش كيف كلمه ايجابي. باهي هات نحكيو على السلبيات في القطاع الخاص والعام. سلمى حسب رايك. سلبيات حسب رايي من اول السلبيات اللي نحكيو عليها في القطاعين الاثنين اللي ما فماش منهجيه
صحيحة اللي تتبع لي بوزوان المتطلبات نمو الطفل بطريقة بوينتو. دونك وحتى كان فما منهجيه، المنهجيه الموجوده توا رايي انا الشخصي منهجيه قديمه برشا، سيتون ابروش اركايك، ما عادش تتزامن مع الاطفال نتاعنا نتاع توا، دونك لازمنا نعاودوا ننظروا فيها، وحتى كي ننظروا فيها لازمنا معناتها يكون لو بيرسونيل المعلمين الموجودين يكونوا فورمي لهالمنهجيه هذيا وعندهم قابليه انهم ينميوا الفولي نتاع التربيه. ما فماش كان تعليم، راهو التربية حاجة مهمة ياسر ونقولوا أهم التعليم، على خاطر إذا كان فماش تربية ما فماش أن إيكيليبغ إدوكاسيونيل إي بسيكولوجيك عند لونفون عند الصغير ماهوش باش معناتها التعليم ماهوش باش يتعدى بطريقة سليمة. باهي سي إبراهيم، حسب رأيك شنو أهم السلبيات اللي نقفوا عليهم اليوم في القطاع الخاص وفي القطاع العام؟ كما قلت يعني السلبيات سواء كان في القطاع العمومي أو الخاص، خلينا اول حاجه يكون باش نحسوا بالسلبيات هذاما هو من خلال اللي تعداو الفيديو التلميذين الزوز اللي تعداو، وكانه التلميذ عايش وحاس شنو السلبيات اللي هو اهم حاجه، اللي هو التوقيت الزمني اللي موجود، توقيت المدرسه الموجود، الضغط اللي عايشه الطفل توا. ما عادش نحكيو على تعليم، نبدلوا الميم بالباء، نحكيو على تعليم، وكانه هوني البيداغوج اللي قاعده ساريه توا، تلقين احفظ احفظ احفظ، ضغط برشا مواد برشا ضغوطات. هذا تحكي في الخاص ولا في العام؟ الخاص وفي العموم الزوز. يعني موجود في الزوز. ثاني حاجة المهارات اللي لابد أن يكتسبها المربي سواء كان حتى في العمومي ولا في الخاص. خلينا نقوله اللي توا الطفل والتلميذ الموجود توا في القرن 21 ما هوش نفسه التلميذ اللي موجود قبل. علاش؟ لأنه توا عايش في حقبة وفي فترة زمنية موجود فيها مثيرات تخليه في قريب برشا من الاضطرابات هذه. هل أنه فمشكول قاعد يتعهد بالأمور النفسية سواء كان في الخاص أو في العمومي؟ أكيد الحقيقة، وبعد سي كمان نجم يجاوبنا، موجود حتى في الخاص بيدو معناه. مش حاجة أخرى، مشينا في مسار البهرج ومشينا في مسار اللي نحب نوري وكأنه فما السلعة قاعد تباع وتساق، وبالتالي الهيبة والهيبة متاع المؤسسات والمنظومة اللي كانت تحكي عليها أختنا على الأمر التربوي، لأن قاعدين نحكيوا عن الأمور التعلمية فقط، الأمور التربوية مغيبة تماما. لأن أنا كان نقول شنو ما هو الفرق ما بين التربية والتعليم، نجم نقول لك اللي هي مرتكزة على خمسة حاجات، اللي هي تعديل القناعات شنو قاعد يفكر التلميذ نتاعه، شنو طموحاته، الأخلاق نتاعه، المهارات شنو زعم عنده مهارات، أوقات الفراغ وين قاعد يشغل الوقت الفراغ، نقف العمومي اللي الطفل توا، وحتى في ستيل التأديب، انت ولايد غلط اخرج لبرا برا امشي للشارع. هذا موجود خاصه في العمومي. زاد كيف نحسوا اللي المؤسسات هذه الامور التربويه ما عادش قائمه، لان هذا علاش نجدوا تو في المؤشرات موجوده. كيف نحسوا اللي الحاجيات الاساسيه باش نخلي الطفل سعيد داخل المؤسسات هذه سواء كان العام او الخاص ما هو سعيد. نشوف الطفل تو حتى في الخاص وكانه يرضي في ماما وبابا باش تكونوا راضين علينا، اما او فوق من داخل ما هو سعيد. العمومي زاد كيف اللي موجود داخل هل المثيرات الموجوده زاد كيف ما هو سعيد. وبالتالي اسباب عديده، وان شاء الله في الاصلاح المنظومه التربويه ككليه اللي بعد نجم نحكيوا عليها اللي تتعهد بها كم مؤسسات الدوله، ما هيش وزاره التربيه فقط انها متعهده بالاصلاح، فما مؤسسات وهيكل دولة الشؤون الاجتماعية لابد أن تكون موجودة مع وزارة التربية، وزارة المرأة والأسرة والطفولة لابد أن تكون موجودة طاولة واحدة. وقت ذاك نبدو نحكيه على إصلاح، ما هيش مؤسسات معنية كان في وزارة التربية، لأنه الطفل التوى والتلميذ بتاع التوى والمنظومة التربوية كان نخمه في مستقبل مستقبل ناجح والأطفالنا ونحبه نبنيه، لابد أن نعيد الاعتبار لما كان في الستينات هو الاستثمار الأول، والميزانية الأولى لابد أن تكون في الطفل قبل كل شيء. سامي، باش ناخذ نبدا من المثال اللي تاكسيست اللي نقل ولده بنته هي معناها فما ظاهرة مرة الأولى الناس كل كي حاست يعني فما أزمة في التعليم العمومي، دونك خرج الظاهرة اسمها ظاهرة يعني الهجرة للتعليم الخاص. اليوم ولات فما ظاهرة أخرى، ظاهرة العودة من التعليم الخاص للتعليم العمومي.
يعني مثلا السنه الدراسيه 2015 2016 هنا راهو سامي 400 باش نفتح قوس، راهو ما نجمش ناكد الكلام اللي تقول فيه ولا ننفيه على خاطر ما عندناش ارقام واضحه ولا ارقام 2015 2016 عندنا 400 سنه اكثر. لكن لهنا انا اللي يلفت انتباهي نتاعي، علاش كي تلقى فما ازمه في التعليم العمومي الناس كل تتجند وتولي قضيه راي عام، بار كونتر المشاكل نتاع التعليم الخاص ما يحكي لها حتى حد. لذلك نحب نركز على سلبيه التعليم الخاص، مش نحب نشيط، لان بعد كش عندي ايجابيات نحب نذكرها. الحاجه معناها نجم نقسمها لزوز محاور كبار. اول حاجه السلبيات اللي على المواطن والولي، وفما سلبيات على البلاد ككل. السلبيات على المواطن، عن اولا معناها فما المصاريف الباهظه اللي قاعد الولي يتكفل بها، فما ارتفاع مشت واسعار غير مدروسه، يعني تنجم السنه تقري ولدك بسعر غدوه تلقاه بسعر واحد اخر، يعني الاسعار تختلف من مدرسه لمدرسه وغير ثابته. معناها حتى الاسعار ماهيش واضحه. عندك يعني الولي حبوا يستغناو على دروس خصوصيه، قاوا رواحهم يقروا صغارهم في الخاص ويقروهم في دروس خصوصيه. غياب اوظاف يعني البعد التربوي اكثر من المدارس العموميه. نقاو يعني اضافه النتائج اللي تحكي عليها. بالنسبه على المستوى الوطني، بورقيبه وقت بعد الاستقلال علاش راهن؟ راهن كونوا واحد الشعب التونسي من خلال التعليم العمومي. اليوم من خلال التعليم الخاص تخلق الظاهره خطيره برشا اللي هو تقسيم الشعب التونسي. تقسيم الشعب التونسي على مستوى الفئات وعلى مستوى الجهات. على مستوى الفئات من استطاع اليه سبيلا يقري صغيره، ومن لم يستطع اليه سبيله شو ذنبه؟ نفترض لو كان جيد، نفترض جيد لان كانوا التعليم الخاص هو المنقذ الوحيد اليوم امام الازمه اللي قاعدين عايشين فيها. انا بابا كواش، شنو الذنب ما نقراش في التعليم الخاص؟ علاش علاش ولد طبيب يقرا وانا ما نقراش؟ نقطه اخرى، ولو انه هنايا راهو يا سامي فما ابناء اثرياء يرتدوا في المدارس الحكوميه ونعرف. انا نحكي لك على العقليه، سامحني. لا لا مش معناها انا لاباس بيا نقري ولدي. انا نحكي لك على لا جوست حبيت نوضح لك نقطه، راهو مش معناها انا دخلي ضعيف ولدي يقرا في الحكومي ومعناها انا لاباس بيا ولدي يقرا في الخاص، راهو فما هكا وفما هكا. انا كي نحكي لك على من استطاع اليه سبيل هو هذا. التقسيم الثاني هو تقسيم حسب الجهات. لو كان نشوفوا اهل المدارس الخاصه وين موجوده؟ موجوده كان في المناطق اللي فيها بنيه تحتيه. شكون عملها البنيه التحتيه؟ عملتها الدوله بمال الشعب. يعني يعني المناطق اللي محرومه من البنيه التحتيه محرومه من من التعليم الخاص. معناها نتصور كونه هذا معناها مساله تسمى خطيره. سرعانه المعرفه اليوم ولات يعني المعرفه والعلم عباره على سلعه. اختفاء الهدف التربوي كما تذكر. باهي انا جوج باش نطرح سؤال جاوبني عليه بعد التليفون سي كمال، بالاضافه للي قاله الاخيين، ربما تجي في الايجابيات بالنسبه للخاص للعموم للخاص وسلبيات بالنسبه للعام. من الخيارات اخرى اللي قلنا الاسباب اللي تخلي ساعات بعض الاولياء يلتجئوا للتعليم الخاص انه خاطر اللغات مثلا يقراوهم السنه الاولى. انا نحب نفهم اذا كان معناها الوزاره رخصت للمدارس هذيا باش انهم يدرسوا اللغات من السنه الاولى، واذا كان اليوم نلقاو صغير عنده القابليه باش يقرا اللغات من السنه الاولى، علاش ما ندرجوش معناها اللغات في التعليم الحكومي؟ كوم سا نشوفوا معناها، خاطر يقعد باقي سبب من الاسباب اللي تخلي بعض الاولياء ما نعرفش اذا خممتوا فيه ولا جاوبني يعني بعد التليفون. بعد ما ناخذ سي جميل متقاعد بعد خدمه 35 سنه، سامحنا سي جميل كان خليناك تستنى، مرحبا بيك. السلامه. شنو احوالك سي جميل؟ الله يبارك فيك. شنو هي امور التعليم يا سي جميل من قبل لتوا ترى؟ والله انا نشوف التعليم من قبل كان عنده دور كبير وكان يعطي في نعم نسمع فيك نسمع فيك واصل. قلت لك كان عنده اهميه وكان هو الاصل والتعليم الخاص هو الفرع. انا تو عندي بنتي تقرا في الخاص وعندي ولد بنتي يقرا في العام. اي كي نجي نقارن في وفرد سنه سنه خامسه سنه خامسه. اي نجي نقارن بين ما بين التي تقرا في المدرسه الخاصه والذي يقرا في المدرسه العموميه، نلقى هناك فارق كبير. اما وخير. فارق في المستوى. اي اما وخير. المستوى العمومي احسن. اي كيفاش ترى؟ لماذا؟ لان الاطار الموجود في التعليم العمومي
عنده بيداغوجيا متمكن منها وفما رقابه. سي كمال عملت هكا معناها سي كمال تحسه تفرهد فهمت باهي فسرنا على انا مستوى قلت لك ليه سي كمال الممثل على وزاره التربيه تحسه متفرهد معناها عرفتك اللي عجبته الحكايه هذه جوست فسرنا انت على انا مستوى لا معناها حقيقي لا شيء حقيقي بينما تو نشوفوا المدارس الخاصه نلقاها فيها حاجات مميزه كونه الولي يلقى فيني يعني عباره عن اقامه مدرسيه أنا رأى كأنها إقامة مدرسية مظاهر ولكن اللب لي وانت حسب رأيك وانت مربي يا سي جميل حسب نعم. رأيك معناها ولدك علاش تختار المدرسة الخاصة انت كمربي ما حاولتش تحكي معاه وتوريه النقائص فقط نحب نفهم معناها الأسباب اللي خليته يلتزم لا لا فهمت يحبوا خاطر فهم اللغة الإنجليزية فهم اللغة الفرنسوية قريها من السنوات الأولى هذا اللي كنا نحكي فيه والإقامة كونوا يتركوها أنا الأربعة يمشي يروحوا ببنتهم بيه شكرا لك سي جميل أنا كيف أنا كي مارست وشفت المستوى وعملت لها هي كنت بحذاها أنا في العطلة واحد من أنا شفت المستوى ما هوش بتاع سنة خامسة فهمت بينما ولد بنتي اللي هنا بحذايا هنا تو في رادس كي نشوفه نلقاه مستواه أرقى علاش؟ لأن الإطار بين ما هو موجود في الخاص وما بين ما هو موجود في العمومي ليس هو متكافئ. شكرا لك شكرا لك سي جميل نشكروك على اتصالك ناخذ سلوى عندها مركز للدعم المركزي مرخص فيه مرحبا مدام سلوى مرحبا بك عايشك أنت معناها المركز هذايا للدعم المركزي إيش معناها تعطي الدروس دعم مركزي c'est un soutien scolaire معناتها étudiant للدعم المدرسي باهي دونك كيما نقولوا نحن كاينو نوع نتاع ايتود معناها نوع من الدروس الخصوصيه اي ولا فيت معناتها تقريو في تو لي نيفو براتيكمون نتاع معناتها البريمير الكل فهمت من التحضير للسنه السادسه والكل ويجيونا معناتها تلامذه في البريفي وفي ليتاتيك فهمتني تقريو واش معناها تقريو برامج ولا تعطيو دروس دعم؟ اي الدروس نتاعهم نتاع المكتب اي هذوك مثلا كاين فما حاجه مثلا فما حاجه مش فاهمه تلميذ في الكلاس ولا حاجه نفسروها وكل شيء ونخدم عليها اكثر تمارينات معناتها ايتيود فهمت كيفاش؟ وتقريبا معناها في دروس الدعم قداش عدد التلامذه اللي يجوك من كل كل نيفو؟ يجيو بالكدا معناتها عدد هام برشا خاطر نقول لك حاجه كيف معناتها كيف ما في البريفي بالضبط كيف ما في الاتاتيك ما فماش ما تحسش انه فما تلامذه من الخاص يجيوك اكثر ولا من العام يجيك اكثر حسب رايك هو من البريفي بالنسبه لي انا توا كثروا معناتها برشا ولا معناتها ما نقولش اكثر من الاتاتيك في الاتاتيك معناتها هو اكثر فهمت في العفة. اما البريفي قاعدين يخرجوا معناتها التلامذه يلوجوا على اليوتيوب علاش وزيد فما حاجه اخرى انا لاحظتها اللي راه المستوى نتاع التلامذه حتى في سنه خامسه ولا سنه رابعه في البريفي ما هوش خير من جنات الاتاتيك راهو بالعكس ساعات نلقاو تلامذه يقراو في ايكول معروفه على الاخر وكذا وجيني الباغون قالوا لي قولي اسمع راني انا نقري في ولدي في كذا فهمت في الايكول هذيك معروفه على الاخر وكذا وانا نصرف عليه ويقرا بالكتاب الفلاني ويجيبوا في الكتب من الخارج وكذا فهمت وبعد ما انت كيف صدقني نبدا فرحانه نقول هيا بيه خاطر انا معناتها قريت في البيلوت وكل نقولها سي بيان معناتها كنت معناتها عوضت معناتها في السي بيلوت نقول الحمد لله معناتها بالله مدام سلوى كان زيد توضح لنا مثلا النقائص اللي تحسها مثلا في التلامذه اللي قلت لي يجيوك خاصه من الخاص اكثر منه معناتها تحس نقائص في التلامذة الخاص اكثر من العمومي اكل نيفو تحسهم معناها في اللغات في اللغه العربيه في اللغه العربيه ضعف الانتاج الكتابي ضعف بالباهي بالباهي اذا نقول لك زاده حتى في الاتاتيك زاده راهو الانتاج الكتابي زاده ضعف بالباهي بالباهي عندنا زاده في الحساب يبداو باهين حتى في الفرنسي مدام في الفرنسي يبداو ضعاف زاده جينيرالمون يبداو ضعاف بالحق معناتها نادي راني يجيك هكا تلميذ ينجم يفهم لك جمله باهي ينجم يركب لك جمله باهي فهمت كيفاش مي لي بروبليم هما نفسهم بالنسبه للي معناتها ساعات بالعكس ساعات مثلا تلميذ يبدا في الاتاتيك
نلقى روحي نخدم معاه خير ونلقاه يجاوب معايا اكثر. علاش؟ خاطر يجيني اكثر وقت في البريفي في ليتاتيك عنده اكثر وقت، فهمت؟ باش يجيني ونتقابل انا مثلا يوميا وكذا. باغ كونطخ في ليتاتيك في البريفي تقول لك انا نروح بوليدي الخمسه ولا سته، ما نجمش يجيبهم لك معناتها كانش في الويكاندات. وفي الويكاندات تلقى عنده مسكين معناتها ثلاثه اربعه خمسه حتى ديرلو صوم، معناتها تقول انت نمش نبديلو هذا، فهمت؟ دونك تلقاها فسرت له حاجه وعشره معناتها ما تنجمش تفسرهم له معناتها بالطريقه اللي انت لازمك تاخذ فيهم وقتك وتفسرهم وتخدم بالكونفينابل معناتها معك التلميذ هذاك. شكرا لك مدام سلوى، شكرا لك، يعطيك الصحه، نشكرك انك اتصلت بينا. مازلنا باش نحكيو على الايجابيات لكن ومتفكرة السؤال نتاعك لكن جاوبنا عليه بعد ما نمشيو للفاصل هذا. تفضلوا فاصل ثم نعود. صغيرك عنيف، تحس اللي ولدك وإلا بنتك ما يتعامل مع محيطه كان بالصياح وإلا بالضرب، حاولت تبدل أسلوبك وتتعامل مع صغيرك بالسياسة ومنفعش، ترى اللي العنف هو الأسلوب الوحيد اللي يتعامل به صغيرك. كان عشت تجربة مماثلة وتحب تشاركنا تجربتك، تواصل معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك رايك أصلح، وإلا أبعث SMS على الرقم 8454. سؤالي ليك سي كمال قبل الفاصل كان علاش ما تخممش معناها وزارة التربية في أنها تدرج المواد اللغوية المواد اللغات الأجنبية من السنة الأولى، على خاطر يبقى سبب مهم الأسباب اللي تخلي بعض الأولياء أنهم يلتجئوا معناها لتسجيل أبنائهم بالمدارس الخاصة؟ شوف احنا تلامذتنا منذ السنة الأولى ابتدائي يبدأوا ينطلقوا في تعلم اللغة العربية، ننطلقوا في تعلم اللغة الفرنسية في السنة الثالثة، وعنا في السنة السادسة ننطلقوا في تعلم اللغة الإنجليزية. هذا موجود في المدارس العمومية، نسحب على كافة المدارس الخاصة اللي تقري البرنامج التونسي. المدارس الخاصة نسمحوا لها بعد أخذ إذن مسبق أنها تقوم ببعض الأنشطة في شكل نوادي لتعلم لغات، لغة أجنبية ثانية كما الفرنسية والإنجليزية، لكن هذا لا يدخل لا في تقييم التلميذ ولا يدخل في شكل التعلمات الأساسية للتلميذ، تبقى من بين الخدمات الإضافية اللي تأخذ فيها إذن مسبق وتنجم تقوم به. لكن موضوع تعلم اللغات بصفة عامة هو واحد من المحاور الاستراتيجية في الإصلاح التربوي الآن، واللي قاعد اللجان إن شاء الله ترجع مش تشتغل عليه، قاعدة تنظر بشكل جدي في كيفية التبكير في تعلم اللغات خاصة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية تقريبا منذ السنة الثانية ومنذ السنة الثالثة. إذن المسألة مطروحة على 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 التفكير في الوزارة، الخبراء منشغلين على المجال هذايا، والإمكانية نتاع التبكير بتدريس اللغات في المدرسة العمومية وارد جدا في الإصلاح إن شاء الله. على خاطر هذا أنا نعتبره من الإيجابيات الموجودة في المدارس الخاصة. سلمى إيجابيات؟ صحيح موضوع اللغات اللي هي حاجة مهمة، علاش التبكير في دراسة اللغات؟ حكينا بعد اللغات، خاطر الطفل قد ما تعطيه اللغة مبكر عنده قابلية أكثر من أنه يتعلمها مخر. من الحاجات اللي أنا تظهر لي حاجة إيجابية في المؤسسة العمومية هي اللي معناتها سيت اون بيتيت سوسيتي معناتها بالصعوبات اللي فيها تنمي عند الطفل القابليه نتاعو انه يلسادابت، دونك ينمي في الانتيليجنس نتاعو في الذكاء نتاعو ويولي ما يحيرش في الـ في الـ في لي سيتوياسيون سوسيال. دونك من اهم ما تظهر لي حاجه مهمه في المؤسسه التربويه العموميه. في المؤسسه التربويه الخاصه اول حاجه لي بيزوان بريمير نتاع الشخص ليجيان لا سيكوريتي، النظافه نتاع الشخص نتاع الطفل وال معناتها سلامه الطفل لا سيكوريتي نتاعو اللي حاجه مهمه ياسر في للطفل وما نلقاوهاش بطريقه باهيه في المؤسسه العموميه. من الحاجات الاخرين الباهين في المؤسسه العموميه سي فما ان اسباس دو ليبرتي، فما حريه للاشخاص اللي ينجموا اللي هما يبعثوا مشاريع تربويه خاصه. اذا كان الشخص عنده فكره وعنده يتبنى منهجيه معناتها سليمه للصغار وتخليهم ينميوا في التربيه نتاعهم وينميوا في الذكاء نتاعهم،
هذه فرصة للصغار أنهم يتمتعوا بها، ما نجموش نقعدوا نستنيو في المؤسسة التربوية العمومية حتى لين تهتم بالأمور الإدارية اللي هما تاخذ باشا وقت. إبراهيم بالنسبة للحاجات الأشياء الإيجابية اللي موجودة خاصة خلينا نحكيوا عن المدارس الخاصة، إنها أول حاجة لبت حاجيات الخاصة والعامة باش ما نكونوش راهو نعطيو الإيجابية توني وهوني ما عندناش مشاكل إبراهيم. لا لا بالطبيعة أكيد نحن نحكي أول ما بدينا قلنا إعادة الهيبة المدارس العمومية، وبالتالي نحن بدينا مع المدارس العمومية. أما المدارس الخاصة لبت الحاجيات الأساسية للولي متاع اليوم، تعهدت بالطفل مني من الصباح للعشية. أكثر حاجة ركزت أكثر على الأنشطة الثقافية، لأن المدارس الخاصة قاعد تعمل في دي كلوب والكلوب موجود وقاعد تشتغل وقاعد يخدم على الحاجة هذه. أكثر حاجة اللي هي اللغات والمهارات. ثاني حاجة في المدارس الخاصة شنو؟ المدارس العمومية شنو؟ الطفل ولا مرتاح أكثر من المدارس الخاصة. علاش؟ لأنه التوقيت الزمني أقل ضغط من موجود في في المدارس الخاصة، وبالتالي الطفل ما هو صحيح إبراهيم. أنا هنا تعرف علاش نقولك ما هو صحيح، خاطر سي غولاتيف، معناها كله نسبي. خاطر اليوم الصغار صحيح ممكن الاربع العشيه ونهار السبت ما يقراوش، لكن عندهم نهار كامل. الوغ كو في ليتاتيك عنده كيما قلنا فما دي زور كروز، فما ساعات يقرا صباح ما يقراش العشيه، فما ساعات اقل معناها في ايامات، او فما ساعات برشا في ايامات اخرى. دونك دي تشوف راهم تقريبا يقراو ابوبخي كيف كيف. راهو المقصود هو في عمليه الضغط، يحس البريسيون والضغط في المدارس الخاصه اكثر من المدارس العموميه. المدارس الخاصه تحس اللي فما ضغط مسلط، حتى الولي بيدو ماخذ الضغط هذاك وقاعد يسلط فيه على التنميه. المهم الايجابيات انها محصوره خاصه الى عمليه التكوين والتاطير. خلينا نقولوا اللي في المدارس الخاصه فما تحس خاطر عمليه خذ وهات، انا نخلص فيك، وبالتالي المتابعه خاصه اللي الموجوده في المدارس الخاصه اكثر من المدارس العموميه، وبالتالي عمليته كانه خذ وهات، وبالتالي هذا يتحصر العمليه الايجابيه اللي موجوده في الزوز. لكن هذا ما يعنيش اللي الايجابيات، خلينا نقول وقت كي نحققوا ايجابيات في المنظومه التربويه هو الاساس في العمل، كيفيه ان ننظر للتربيه موازنه مع التعليم. هذا هو الرؤيه الاستشرافيه للعمليه التربويه ان شاء الله في المستقبل. سي سامي من نأيد الكلام اللي تقال، ما نحبش نكرر نفس الكلام. مجرد نقطة اللي التوقيت الزمني نختلف معاك أسماء، وقت اللي عرضته على أساس كونه لا مش عرضته، قلت راهو نسبي، ساعات تلقى هونية أكثر وساعات تلقى معناها أنا مثلا إذا كان مرة تخدم وراجل يخدم، الصغير كي تلقى ما يقراش العشية كارثة. إذا كان معناها باش يروح للدار شكون باش يهز وشكون باش يقعد معاه. كان تلاحظ أنت مثلا نسبة الموظفين اللي ياخذوا كونجيات في العطل نسبة كبيرة برشا. علاش؟ لأنه في العطلة كي أخو صغيرك عطلة وأنت قاعد تخدم ما تقام تعملوا حتى شيء، دونك تتلز يعني العديد من الموظفين ياخذوا عطل اضطرارا. إذا فبالنسبة الشيء اللي نحب نركز عليه كأنه في التعليم الخاص هناك مهنية في التوقيت الزمني. والمربين نتمنى كونه حتى التعليم العمومي ياخذ به. فيما يخص المربين، المربين يعني تحس كونه فما جدية أكثر، فما انضباط أكثر في التعليم الخاص، فما رقابة أكثر. ما زلت عندنا في التعليم العمومي كيما عقليتنا بالمؤسسات العمومية رزق البليك، بالطبع ما نجموش نعمه لكن هذا موجود. فما زاد كذلك يعني عدم النقص، وهذه أهم نقطة بالنسبة لي أنا. يستحيل بسرقة في التعليم الخاص فما نقص في المعلمين، باركونتر في التعليم العمومي هي أكبر كارثة. كانت تلاحظ أنت أكثر مطالب النقابية متاع التعليم اليوم هو قالك عنا نقص وفرونا النقص هذا. لكن فما سؤال هنا باش تطرحه عليك أنت سي كمال، هو كلامه صحيح. والافونتاج من حتى كي يغيب معلم صغير كما قلنا ما يخرجش لبرا يمكن في الخاص، لكن فما حاجة ما نعرفش الوزارة على علم بها ولا لا، أنه في العديد من المدارس الخاصة المربين اللي قاريو في الصغيرات ما همش عاملين، ما همش مربين، معناها ما همش معلمين. معناها أنا عاملة مثلا ديال متاع تاريخ النجم نقري تاريخ، أنا عاملة صحافة النجم نحضر معها متفقد نعمل تكوين في عام، العام اللي من بعد تقني نقري في الصغيرات يا في الحساب يا في العربية يا في الفرنسية. دونك هذية قانوني وإلا غير قانوني، اللي ندرى اليوم الوزارة على علم معناها بالتجاوزات اللي قاعدة تصير في عدد كبير، ونأكد على عدد كبير من المؤسسات التربوية الخاصة، وإلا معناها الوزارة عندها علم وهوكا تحت رقابة وتحت إشراف إطار تربوي اللي يصلحها ويعاونها وكهو. قانونا للباعث بتاع المؤسسة الخاصة يلزموا
ينتدب مدرسين. مدرسين هذوما عندهم نفس الشهادة العلمية بتاع مدرسين التعليم العمومي اللي هي إما الإجازة الوطنية أو الأستاذية على أقل تقدير. طبعا هذا الملف يلزم يوردوا إلى المندوبية الجهوية ويأكد فيه الشهادات العلمية لإطار التدريس بتاعه، ثم أنه مطالب أيضا بتعهدهم بتكوينهم، والتكوين هذا قاعدة وزارة التربية تمد يد المساعدة لكل مؤسسات التعليم الخاص في تشريكهم لدى المتفقدين متاعنا في الاستفادة من الدورات التكوينية، شأنهم في هذا شأن معلمين التعليم العمومي، لأنه في نهاية الأمر التلامذة اللي موجودين في التعليم الخاص كما التلامذة اللي موجودين في التعليم العمومي هم أبناء تونس. وزارة التربية طبعا تحرص على أنه الفايدة تكون موجودة للأطفال أينما كان، لأنه الحل النهائي والخيار النهائي بيد الولي. المدرسة العمومية تبقى مفتوحة، تبقى القبلة الأساسية لكل أبناء الشعب التونسي، لكن إذا كان ثم خيار من قبل الولي باش يسجل ابنه لأسباب اجتماعية ولأسباب هو يراها معقولة أنه يحطه في مدرسة خاصة يكون له ذلك. والوزارة طبعا بالمراقبة الإدارية والمراقبة البيداغوجية تحاول تجعل من المؤسسات التعليم الخاص مؤسسات محترمة فيها احترام القانون، فيها احترام أيضا البرامج الرسمية، وبذلك تكون عندنا منظومة تربوية متكاملة فيها تعليم عمومي هو الأساس، هو الرهان متاع الدولة، هو القبالة متاع كل الشعب التونسي، وفيها تعليم أيضا خاص عليه مراقبة من قبل الدولة ويخضع لنفس القوانين ونفس الترتيب. سؤال الختامي باش يكون باش نعمل دورة صغيرة معنا في زوز ولا ثلاثة دقائق. حسب رأيكم معنا أنتي كونستا من الشيء اللي حكينا فيه، ما هو الأنسب للولي وللتلميذ، وإذا كان فما الإصلاحات معناها كيفاش نجمو ننقذ المؤسسة التربوية سواء كانت خاصة أو عامة؟ سلمى، أنا عندي حلين لنجم نقترحهم. الحل على مستوى إداري يتجمعوا الريسبونسابل الكل في وزارة التربية في وزارة المرأة ويبدلوا غير ما يفوروا المنهجية التربوية ويعاودوا يشوفوا منهجية أدابتي للصغارنا توا. وحاجة أخرى أون باراليل، خاطر تاخذ برشا وقت الموضوع هذايا ما بين التنظيري والتطبيق، دونك أون باراليل يكون فما تكوين ما نعرفش التكوين اكتويلمون معناتها كيفاش موجود، لكن ماذا بينا نحسنوا في الكاليتي نتاع التكوين للاشخاص اللي قريو توا سواء في البريفي والا في الاتاتيك. ابراهيم، الحقيقة كان مش نحكيه ونحكيه على إصلاح منظومة تربوية، والمنظومة التربوية وفق رؤية واستراتيجية واضحة المعالم تاعها على المدى القريب وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، هذه هي الموجودة. لكن كان نلقوا الإشكال وين تو في المنظومة التربوية، إنها كما قلت وتحدث اللي التعليم قاعدين نحكيه على التعليم، أما كمنظومة تربوية والإشكاليات في المنظومة التربوية ماهيش موجودة كومبليتمون. الحاجة اللي بين فايدة لازمنا نحطوها في وقعنا وفي وعينا في المستقبل، وهذه مشكلة خلينا نحكي مؤسسات الدولة بصفة عامة منها وزارة التربية، اللي هي مسألة إدارة التقييم والتقويم. كي نلقوا في الدول اللي بنت المؤسسات التربوية والعملة رؤية واستشرافية في التربية عاملة إدارة كاملة للتقييم والتقويم، هل أن هنا في المؤسسات الموجودة تو فما إدارة كاملة للتقييم والتقويم؟ وفما حاجة أنا باش نقول نكون صادق مع روحي، نكون صريح مع روحي وفق مؤشرات واضحة نقول بوركوا نو، صحيح المسؤول يقول لك بارك الله فيك ويكون إيجابي ولازمنا نكون إيجابيين، لكن لازمنا نقف ونشخصوا بالصحيح، ولازم كما قلت المؤسسات الكل معني بالتنشئة الاجتماعية للتلميذ والطفل لازم يقفوا في طاولة واحدة. هذا هو إن شاء الله يكون في المستقبل. سامي، بالنسبة لي أنا يعني راه كانوا الأصلح هو التعليم العمومي، وراء كونه يعني إنقاذ المؤسسة العمومية اليوم ما تحتاجش كل الصعوبات اللي حكينا عليها اليوم كلها قابلة للعلاج. حاجة برك الشرط الوحيد بالنسبة لي أنا هي إرادة سياسية، إذا كان فما إرادة سياسية قادرين باش نأخذوا التعليم العمومي، إذا ما فماش إرادة سياسية باش نلقاو ألف سبب ونلقاو ألف تعلة وألف مبرر. مسك الختام باش يكون معك أنت سي كمال، أنا شخصيا كصحفية إصلاح المنظومة التربوية والحديث في الزمن المدرسي حكيت عليه على قليلة خمسة ستة سبعة مرات من خمسة سبعة سنين، ولي حد الآن نحسوا أنه ما نقولش ما فماش إرادة خاطر ديما نقرأ حسن النية، لكن ما نحسش حاجة ظاهرة اليوم على أرض الواقع لإصلاح المنظومة التربوية. وقتش يرجع تعليمنا كما قبل معنا، وقتش ترجع السمعة الباهية متاع التعليم التونسي بصورة عامة؟ أنا نأكد لك اللجان اللي اشتغلت على مدى أكثر من سنة بشراكة كبيرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا المجتمع المدني
توصلت إلى استنتاجات وخلاصات هامة جدا تعيد إشعاع المنظومة التربوية من جديد، تتلافى كل النقائص اللي كنا بصدد الحديث عليها في المدرسة العمومية، تحسين البنية التحتية، دعم تكوين المدرسين، أنشطة ثقافية ورياضية، انفتاح أكثر على التربيات المختلفة إلى جانب التعليم. كل هذا موضوع الآن على طاولة وزارة التربية، والانطلاق فيه إن شاء الله كما قلت باش يكون في القريب العاجل اللي باش يرى النور بصفة تدريجية بطبيعة الحال عبر سنوات. هذا على مستوى المضمون. على مستوى الشكل، دخلت وزارة التربية تقريبا منذ الأسبوع الفارط في جلسات ماراثونية، جلسات نتاع وزراء مختلفين. أمنا بأن الإشكاليات الموضوعة على وزارة التربية لا يمكن أن تحل إلا بالشراكة الفاعلة مع بقية الوزارات ذات العلاقة بالشأن التربوي، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الفلاحة اللي تعاوننا بشكل كبير على مستوى توفير الماء الصالح للشراب إلى غير ذلك. كل هذا طبعا دخلنا فيه في شراكة فاعلة مع وزارة النقل أيضا اللي باش يخلينا نطمئنوا إلى حل الإشكاليات في السنوات القادمة إن شاء الله تاع المدرسة العمومية. على كل حال سنة هو تم إقرار سنة المدرسة العمومية وسنة الصحة العمومية 2018 إن شاء الله. على كل حال يا ربي في قادم الأيام نقولوا خلطنا النتيجة وإن شاء الله حال مدارسنا من حسن إلى أحسن. يعطيك صحة سلمى. شكرا لك سامي سي إبراهيم ريحاني أستاذ وباحث في علوم وتقنية الطفولة. يعطيك صحة سي كمال حاجي مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية. شكرا على حضورك. شكرا لكم الكل. هكا نخلطوا لنهاية هذا الموعد من رأيك أصلح معذرة مرة أخرى إذا كان ما نجمناش ناخذوا الاتصالات الهاتفية، لكن نحب نشكر كمان الناس اللي هز التليفون وشاركتنا في الموضوع هذا. يعطيكم الصحة، نتلقاو جمعة جاية في نفس الموعد على نفس القناة. إلى اللقاء.